السلام الخوت، بغيت من اي واحد كيتصنت لهاد القصه خصوصا هاد البارتي يتكونسونطرا معاها تاع بصح. فإلا كنتي ما مساليش غير حط داك التليفون وخليها حتى تكون مسالي، فهادي هي وصيتي لك. وحاجه اخرى الخوت، عمرني انا غنقول لك تابونا ولا شي حاجه بحال ما هكا، ولكن كنشوف مثلا 500 واحد شاف فيديو 30 ولا 40 اللي داروا لايك. فإلا بغيتي الغريب يوصلوا الفيديوهات ديالو عند الناس، ما فيها باس صاحبي دير لايك، دير غير لايك، حيت الا درتي لايك كيتسيبورطا الفيديو. اراضك الانترو نبداو. ملي حل لي با خويا المدني الباب، عرفتو بداو دموعو كيطيحو كي الحجر. الشي اللي خلى البرد الدموع اللي كانوا كحلية في الصحراء بقوة البكاء يعاود يعمر تاني، طفاد وبداو عينيا كيسيلو دموع. عنقت با خويا المدني تعنيقة، فكرتني في التعنيقة اللي عنقت المدني نهار عرفتو راه جا معايا في نفس الجروب اللي غادي للصحراء. بدينا كانت تباكا وشي ربع ساعة، كدبش عليكم الخوت انا سخفت بالبكا، وهذا الراجل كان مازال فيه ما يبكي. كبدا الخوت دخلنا للدار، كان ساكن بوحدو من بعد ما مات ولدو، ما بقى لي لا حنين لا رحيم. قلت لي الواليد الله يرحم خويا المداني لما ديرني بلاصتو. كنت اي كلمه كنقولها غير ما كتخليه يزيد يبكي. جبت ليه تري تاع ولدو قميجتو، هنا غير زدت كملت على ما بيه. كيعنقهم وكيبكي، ملي شاف الوسخ اللي في القميجه بدا كيتيري فيا بواحد الجمله، الله يا ولدي المداني الله، ولدي ما قتلكش البحر، قتلك الوسخ ولدي. عنكتو باش نبدا نكالمي، ولكن كان واد الحزن عندو حامل. ندمت الخوت ملي جيت عندو، بقى شي ساعة وهو على هذاك الحال. واحد اللحظة هو يقول لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، إن لله وإنا إليه راجعون. والله الخوت هاد الكلمة ملي سمعتها بحال كبيتي عليا شي سلطة على ما بارد. قال لي بلاتي يا ولدي نعمر لك اتاي. قلت لي الواليد ما بغيت لا اتاي لا والو، بغيت غير نبرك معاك قبل ما نمشي نشوف مالين الدار. عنقني وقال لي بالحرف ولدي الموت والحياة مرة مرة بقى تطلع عليا، نهار تجي وتلقى مولا ما ندى امانتو تفكرني بشي دعيوات انا وخوك المدان. وزاد قال لي نوضا ولدي سير تشوف والديك. ماشي جرى عليا الخوت، مسكين كان عارف برمسيون ديال العسكري نهار كيشدو كيبدا عندو الكرونو العد التنازلي، كيكون محسوب بالدقائق. الناس ديال الطومين غيفهمو اش تنقول. نطو دموعي سايلين، عنقتو بست ليه راسو وقلت ليه الواليد والله تام بقى نجي عندك قبل والديا. بدا كيبكي وانا صافي ما قدرش نشوف فيه مازال كيبكي. فتحت الباب وزدت خرجت، بديت غادي تقربت لفين كان الخطاف. درت لقيتو تابعني بالشوف وكيودعني بتشيره تاع بالسلامه. تشيره اللي شير ليا كانت فكرتني فتاع خويا المداني ملي كان كيديه البحر. فاضوا لي دموعي تاني وركبت مع الخطاف وانا كنت نخصص.
مشيت لدارنا دخلت سلمت عليهم واحد السلام ما عرفت واش دا كيدير. مشيت ديريكت نعست شي 36 ساعة وانا مغيب. كتجي عندي الوالدة مسكينة كتقول لي نوض ولدي تاكل، كنقول لها ما عندوش منين يدوز امي غير خليني ناس. داز داك البرمسيون كله في الدار غير الناس، وبالليل كنخرج نبيع بين البحير. لدرجة الوالدة واحد النهار لقيتها مسكينة جايبة لي واحد الفقيه، لقيتو حدا راسي ملي حليت عيني من الناس حليتهم عليه، لقيتو كيبرقم وما عرفتش اش كيقول. نط جمعت الوقفة وانا نتكى على واحد المكحلة ديال الوالد وانا نفيزي عليه. قلت لي عندك 5 ديال التواني نلقاك قدامي نطير لامك الشقفة دراسك. تكى على بلغتو مسكين ودارها في يديه وخرج كيجري بالحفا. بدات الوالدة مسكينة كتبكي وكتقولها ويلي ولدي حماق. الله يسمح لينا من الوالدين الخوت. خرجت كان جريمة وقفت تالت تحت واحد الكرمة، جلست تحت تدلها وكان فكر، كنقول مع راسي الرجوع لله المداني راه مشافين غنمشيو كاملين. هاد الكلمة كانت بحال ضربني شي حد بشي طرشة وفيقني. رجعت للدار وعنقت الوالدة وكان بكي وكان حكي ليها شنو صاري. بدات كتصبر فيا وكتقول المداني كان راجل وعاش راجل ومات راجل أولدي، فهاد الشي اللي خصك تديرو في بالك. فهاد الكلام اللي قالت لي ديمارات لي الميكانيزمات تاع العقل تاعي، بديت كنرجع للوعي تاعي حيت هاد المدة كلها كنت تحت تأثير اللاوعي. كملت الأيام اللي بقاو لي في البرمسيون، سلمت على خوتي والوالدية وقلت للوالدة دعي مع ولدك راه الموت والحياة هادي. قالت لي شوف ولدي انت والله تتموت في فراشك وبين ولادك ان شاء الله. بست ليها راسها وديماريت الطريق كلها وانا كنفكر كيف غادي يكون السيرفيس بلا خويا المداني، ولكن كان الغلوغ تاعي كيتفكر كلام الوالدة وكان ارتاح. كنبقى ندعي معاه والدموع والتبسيمه. عرفتو شحال صعيبه الخوت هاد القضيه ديال الدموع والتبسيمه. دموعك كينزلو وانت كتبسم، الناس اللي ديجا وقع عليهم غيعرفوا المرار ديالها. هاد الحاله كفس من البكاء والقريماص تاعك حازنين. البكاء والقريماص تاعك ضاحكين بحال ملي كتكون مدبز مع شي حد وكيسلخك مزيان، ولكن في الاخر انت كتضحك ليه باش يفقد الطعم والحلاوه ديال الانتصار. هذا الشيء اللي كان واقع لي، كنت كنضارب مع اللاوعي تاعي وديما رابحني ومسيل دموعي، ولكن ديما كنت بسم ليه حتى مرضت ديال مو فاتني. استجمعت كاع داكشي اللي عطاني الله ديال الانرجي وقلت ان لله وانا اليه راجعون. وصلت للبطايون تاعي بديت كنسلم على العشران. جا عندي الكولونيل عطيتو الصالي وبقيت بالكم بالكم الخوت هي كتوقف مخشب تيقول لك راحه. قال لي راحه عزمي اجي عندي. زدت جوج خطوات ووقفت. قال يا زيد. زدت جوج خطوات ووقفت تاني. قال يا زيد اولدي ونسري قلومو. نشرح لكم علاش كنزيد جوج خطوات ونوقف. ملي كيكون شي كادرومون تاعك عيط لك واخا يقول لك اجي، كضرب جوج خطوات وكتوقف وكتبقى تعاود نفس لوبيراسيون حتى توصلو. كولونيل العابدين كان ما عندوش مع دري قلومو، راه السيد كان كيضرب معنا البالا بحالنا بحالو. وصلت لعندو وعنقني وقال لي كيف كتحس براسك. قلت ليه بخير امون كولونيل. قال لي شفتي بات المداني كيف حالو؟ قلت ليه كياكل القوت وكيتسنى الموت امون كولونيل. ضربني بين كتافي وقال لي
صاحبك المداني راه كان راجل وما تراجل. سير ولدي ترتاح سير. قرضفت ليه ومشيت لتشابولتي، طحت كاو ما فقت تجا عندي الروليف. قال يا عزمي نوض راه وصلوا سواياك دلعسة. الروليف الخوت هو واحد العسكري كيبقى مكلف بالعساسة، لي وصلات وقتو كيمشي يعلمو باش يمشي للبوست تاعو. 13/12/1988 تا هذا واحد من اللي ضات اللي متورخين عندي في الميموار تاعي. كانت الوحدة ديال الليل، وديك الليلة كانت القمرة مضوية بزاف. كنت انا في سوايع عيد العسة، واحد اللحظة ضربت من بعيد على واحد القافلة تاع الجيبات، بداو جايين وانا كنشوف فيهم. الزيت الطولكي وانا نروندي للترونس. قلت لي شي جيبات راه جايين قاصديننا. قال لي واش خضرين؟ قلت لي اه. قال لي صافي راه غيكونوا غير تاع البطايون ديالنا اللي قدامنا. قلت لي وعلاش ما رونداوش لينا؟ هنا فكرتو في الريغلومو، بدا كيلونسي البطايون اللي في الصمتة، والو ما كاين جواب. وبديت كنقول ليه شنو واش نوقفهم ولا شنو غندير. قال لي شحال تقريبا هما؟ قلت لي بزاف، لا ما كانتش تكون شي 50. غير سمع 50 هو يقول لي واش مشارجي لارم تاعك؟ لارم الخوت هو السلاح. قلت لي اه راه مشارجي. قال لي جري دغيا تخشاف شي طرونشي ولونسا الميساج لكلشي. بدا كيقول لهم عمرو الشراجر وتخشاو في الترونشيات. ما فهمنا والو شو واقع. شي خوت فينا مشاو للجيبات وحنا تخشينا في الترونشيات. الترونشي الخوت هو واحد الفوسي على قد الطول تاع بنادم، كتخشى فيه ملي كتكون الكومبا باش ما يجيش فيك القرطاس. بدينا كنسمعوا الكولونيل العابدين كيغوت وهو في الجيب تاعو كدوز من فوقنا كيقول كونوا رجال راه باعونا الشمايد. هادي هي الكلمة اللي شاد ليه الساتيليت تاعو. كان الكولونيل العابدين مكيحملوش لي كادرومون اللي بحالو، حيت كان عسكري تاع بصح. اي حاجة حطيتي فيها يديك كتلقاه سبقاك وحط فيها رجلو، الشي اللي خلى عنده مكانة كبيرة عند العسكر. كي تضرب بيه المثل في كاع لي بطايون، والشي اللي خلى القرايضية بحالو يكرهوه. فهاد الشي اللي حنا فيه دابا واللي كنتعرضوا ليه بسبب هاد الكراهية. كان الكولونيل تاع البطايون اللي قدامنا بيع بيه باش يشدوه، كانوا خلاوهم يدخلوا بكامل قواتهم. تخيلوا انهم دازوا البطايون الاول وجاو لينا حنا اللي غير بطايون ديال التدخل السريع. كانوا صبغوا الجيبات تاعهم باش يوليو بحال الجيبات تاعنا، باش ملي تخلطوا معانا ما نبقاوش عارفين شكون معانا وشكون ضدنا. وداكشي اللي ضربوا لي حساب هو اللي وقع. تخلطوا معانا ولينا ما عارفين تاعنا من تاعهم. بداو كيشتتوا فينا. كنت انا طلعت من الترونشي وركبت بالجيب مع السرجان بوجمع. بدينا غير كنشيرو بالقرطاس. واحد اللحظة ضربت على الجيب تاع الكولونيل، حيت الجيب تاع الكولونيل كتكون باينة كيكونوا فيها دوك الريزوات ودوك الرادارات. كانت الجيب غادة عافطة وراها ربعة ديال الجيبات. هنا عرفت انهم وصلوا للهدف تاعهم، كانوا ضاربين غير على الجيب تاع الكولونيل. ملي دراوها استوها على الجيبات وتبعوها وما بقاوش مسوقين لينا. بقيت الخوت كنشوف هاد الديكور بحال كنتفرج في شي فيلم. تطلع الجينيريك بواحد المينا الخوت تاع لي ربي جي سات. كانوا تيراو في الجيب تاع الكولونيل، كنشوف فيها عدة تشتتات. هنا الخوت بدينا كل واحد شمن اتجاه شاد. كنا مشتتين وهاربين، ماشي خوف ولكن الا ما تلقيت تاك فراك تعني راك خسرتي، والا خسرتي خصك تخرج باقل الاضرار.
تا هما ما تبعوناش الشغلاش كانوا جايين نضاو الطريق اللي جابتهم رضاتهم. كانوا الخسائر تاعنا بزاف الخوت، الخسارة الكبيرة هي الموت تاع الكولونيل العبيدي. فبموتو سالا القرطاس في الصحراء الخوت. في نفس العام ملي توفى جات المينيرسو باش تسيني معاهدة السلام بين المغرب وجبهة البوليزاريو. المينيرسو الخوت هي منظمة الأمم المتحدة. فبموت الكولونيل العبيدي سالا القرطاس في الصحراء، ولكن جراحنا ديناهم معانا. ما سالاتش الاستوار هنا، هنا عاد غادي تبدا استوار جديدة بعنوان الحقرة والدل. غتقول لي ياك تحبس اطلاق النار، غنقول لك اه، ولكن غنلخص لكم هاد الاستوار اللي قلت لكم بعنوان الحقرة والدل. من 1990 حتى 2005 كانت كلها حقرة ودل. كان جا واحد الكولونيل بلا ما نجبد سميتو حيت ما يستاهلش ولد القردة، كان حكار طاع بصح. كنت انا بالخصوص حاط عليا شوكتو تقول مصينو عليا. الله يرحمك العابدين، الله يرحمها روح. كان عمرو عطال شي حد الحبس مع هاد الكولونيل، كل شي اللي ما عمرو شد الحبس سدو. وكنت شبعت حباسات معاه، كان ندوزنا من الصراط، كان كيعطيك الحبس على والو على والو، يدوز من حداك ويشوف غير السير ديال البروتوكول تاعك معوج فيهم شي سير يعطيك الحبس. واحد المره كنت خدام كنضرب في البالا، وهو دايز من ورايا وانا ما دريتوش، هو يعيط ليا وداك الحمار. انا عرفت صوتو ما بغيتش ندور، حيت عارف راسي غيقول لي علاش ما ضربتيش ليا الصالي. غنقول ليه ما شفتكش، غيقول ليا ما تقولش ليا ما شفتكش. العسكري خصو يكون كيشوف 180 درجه. ملي عيط ليا وداك الحمار ما بغيتش ندور، عاود قال لي راني معاك داوي هذاك الكلب. قلت فراسي دابا انا واخد الحبس واخده، والله ما ندور. شويه هو يجي قدامي، هو يضربني بواحد الركله جاتني جيت الكلوه الخوت. طحت كنت توجع وهو فوق راسي. قال لي مال دي امك ما كتسمعش. جمعت لي انرجي تاعي كلها اللي عطاني الله ووقفت. تقابلت مع وجهه، كنت بين وجهه ووجهي 5 سنتيم، وقلت ليه ما سميتيش الحمار، وهاد الضربة اللي عطيتيني كون ماشي دوك الباصات اللي فوق كتافك كون دفنتك هنا. باصات الخوت هما القراب، عرفتو الخوت. كان اول واحد غيوقف لي هاد الوقفة هو انا، عرفتي. راه حسيت بالدراري كلشي كيشوفو فيا وما كرهوش يصفقوا، ولكن ما يقدروش. كلشي كيشوف وكيتسنى الرياكشن تاعو كيف غتكون. سكت شويه، كنت عارفو كيفكر في البينيسيون تاعي. دار عند الجوان تاعو هو يقول لي سمعتي الكلب طوال ليه اللسان. قيد لمو واحد الكارون تسانك تاع الحبس، هو يزيد في حاله. والله الخوت واخا كنت واخد هاد 45 يوم ديال الحبس، ولكن في نفس الوقت كان حس بواحد الراحة حيت جاوبتو وما بقاتش ليا في قلبي. جاو عندي الدراري وبدوتي يعنقوني، هاد اللحظة خليتها متورخة في البطايون تاعنا. من هنا ولامبيكي عليا طاع بصح، فين ما كانت شي ميسيون خايبة انا مولاها. مثلا بحال واحد الكاميو كانوا ما فيهش الباتريات، يعني الا بغيتي ديماري خصو ضروري يكون في شي بحال شي هبطه باش تطلق ليه بامور ضرب البرومياني ديمار. وكان ديمو مشتت كله امبانات، كان معروف داك الكاميون نهار يخرج يجيب الحطب فراه باينه عزمي اللي غيدي.
دوزت اخوتي هاد 15 عام كلها عذاب، كانت خيب وكفس من ديك 11 عام الاولى اللي دوزتها مع الكولونيل العابدين الله يرحمه. ولكن عمرني حنيت الراس، اللي عاشر المدني عمرو يحني الراس. ولكن راه ديما كتجي في الراس. تعال هنا غنحبس الخوت، غنخرج من كوني انا اللي عشت هاد القصة وغنقول لكم القصة تاع من. فراه هاد القصة كانت تاع الوالد ديالي اللي شد تقاعد في 2005 وتوفى في 2015. الحمد لله بين وليداتو كيف ما كانت قالت لي امو، مات بين ايديا الخوت. خا تعذب بزاف، مرضى خايبة لي ماشي فيزيكمون، كان كتائب. مهم مرض بأزمة نفسية حادة ادات للشلل تاعو شوية بشوية تا تامو الأمانة أمانتو، الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. فالغريب لحد الآن فين ما شاف شي عسكري كيعطيه الصالي في خاطره، حيت هذا الدومين راه مدرسة الراء. لكن تيشيم بقى غير حدا الميم، كيف ما قلت لكم في تريلر تاع القصة نشرحها لكم بلي ديتاي. مدرسة الراء يعني مدرسة الرجلة. إلا كنتي شيم، إلا كنتي شماتة، غيبقى حدا الميم. الميم راكم عارفين، بقى حدا الميمة تاعك. فراغ غنعطي واحد الكلمة خاصة للعسكر ديالنا، وخاصة المتواجدين على حدود البلاد. ومن بعد غنوريكم التصاور تاع هاد الشخصيات الثلاثة اللي مذكورين في القصة. أسف هما اللي كاينين عندي، ما كرهتش نوريكم كل شيء البطايون، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله. الشخصيات اللي مذكورين في القصة العزمي والمداني والكولونيل العابدين، غادي تشوفوا تصاورهم من بعد هاد الكلمة اللي غنقول في حق الجنود تاعنا. خصكم تعرفوا الخوت أن هاد الشيء كامل اللي عودت لكم راه غير داكشي اللي بقيت عاقل عليه من التعاويد تاع الوالد الله يرحمه واللي عودت ليا الوالده. داكشي علاش كنت كنتعذب الخوت في هذه القصه وقلتها لكم في الجزء الاول، قلت لكم راه انا غنتحدى راسي باش نحط لكم هذه القصه. اولا حيت ما نقلها لا من كتاب لا والو، ثانيا حيت كتذكرني بمعاناه الوالد بعد شي. مهم جنودنا الأحرار، كلمة صغيرة في حقكم هي شهادة وطن اللي جات تال عندكم وتحنات إجلال وتقدير على الأرواح اللي وهبتوها ليها. غادي نختمها لكم ونقول لكم عيدكم في الجنة إن شاء الله على كل قطرة دم سالت منكم المجد والخلود. فكنتوا فديتونا بحياتكم لتأسيس حضارة مغربية على حدودها الصحراوية، وفضلكم عايشين الآن في أمن وآمان. جنود الوطن دمكم أمانة في رقبتنا، والشهادة تاعكم شرقات وسط شموسنا لاستحيات إجلالا وتقدير لأفعالكم البطولية يا شهداء الوطن. سال الغريب وسالت الحكاية، رجال وخام بغي نشوفهم في المرايا مستحيل لقاهم حدايا. في الحرب يا انتصار يا انهزام، شهداء كانوا في ذوك الأيام، واحد منو عشرة والصحيح في العدو يبان. فين أيام المداني وعزمي والعابدين الكابيتان، وتحية للعسكر اللي علينا سهران. دابا الخوت غنخليكم تصاور تاع هاد الابطال الحقيقيين اللي ما خداوش حقهم في التاريخ واللي منهم عداد. نتمنى نشوف لتحت في لي كومونتير حاجه وحده هي تكون دعوه بالرحمه والمغفره اليوم. هذا الكولونيل العابدين، هذا الكبران المدني، هو عشير يزمي.
وهذا الوالد الكبران شافع عزمي، الله يرحمهم كاملين، تالله والخوت تالقصة الماجية إن شاء الله.